بسم الله الذي علم القلم على الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله. إزيكم يا شباب؟ بتكونوا بخير. معكم زميلكم عبد الرحمن أحمد، فرقة تانية. بإذن الله النهاردة في المحاضرة التاسعة هناخد محاضرة بسيطة بعنوان سيركلاتي وشوك عن بريف الإديما. تكون محاضرة بسيطة إن شاء الله، يعني تمام. بداية قبل ما نبدأ في المحاضرة بتاعتنا، فخلينا ننسى زميلتنا دكتور شيماء السيد، توفاه الله الترم دوت في شهر رمضان الكريم، فربنا يتغمدها برحمته ويجمعها مع أهلها في الفردوس الأعلى إن شاء الله يا رب. لا تنسوا من صلاة دعائكم. بعد كده خلينا ناخد قبل ما نبدأ في الشرح بتاعنا نعرف الكونتنت بتاع المحاضرة. هو من اسم المحاضرة سيركيات الشوك عند بريف إيديما، فهو حرفيا الاسم بتاع المحاضرة هو العنوان، هو الكونتنت بتاعنا. هنعرف التايبس بتاع السيركيات الشوك والتريتمنت بتاعه، تمام. البريف إيديما نعرف التايبس بتاعتها وبس كده، هي تكون بإذن الله تكون محاضرة بسيطة يعني. بداية يعني إيه سيركيلاتوري شوك؟ إحنا زي ما عارفين أنت ممكن تتخض، تمام. أنت كإنسان ممكن أخضك كده فيبقى اسمها شوك، تمام، صدمة يعني بالعربي، تمام، تبقى صدمة. جسمنا بيحصل فيه نفس الصدمة دي، ولكن بقى على مستوى إيه؟ على مستوى السيركيلاتوري سيستم، مستوى الدورة الدموية بتاعتنا يعني، تمام، زي ما إحنا شايفين كده. فلو جينا الـ definition of a circulatory shock is a life-threatening medical condition that occurs due to inadequate substrate for aerobic cellular respiration due to insufficient blood flow to the tissues of the body. يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك هو حالة طبية مهددة لصحة الجسم يعني، أو للحياة بمعنى أصح يعني. تحصل إمتى؟ لما يكون في inadequate substrate for aerobic cellular respiration، يعني لما يكون الـ substrate بتاعتي اللي محتاجها الأيروبيك سيلولار ريسبيريشن مش كافية، تمام. نتيجة ايه؟ او قصدي دوت بسبب ايه؟ نتيجة ان انا ما عنديش بلاد فلو كافي انه يروح التشو. يعني ايه بمعنى اصح؟ يعني انا عندي خلية، تمام، البلاد اللي رايح لها مش شايل اكسجين كفاية او سبستريت كفاية عشان تعمل أيروبيك سيلولار ريسبيريشن، تمام. ده كل الفكرة يعني. فدوت اللي بيسبب السيركيلاتوري شوك، تمام، ان انا عندي تيشو مش وصل له الاكسجين كفايه يعني بمعنى اصح، تمام. ليه مش وصل لها كفايه؟ لان البلاد فلو عندي مش كافي، insufficient blood flow، تمام كده. ده اختصارا يعني. بعد كده بقول لنا ايه الساينز بتاعتها، ايه العلامات بتاعتها، يعني امتى اشوف حد كده فاقول اه ده ممكن يكون عنده شوك، سيركيلاتوري شوك. لازم typical signs of shock are: واحد low blood pressure، عنده ضغط دم قليل، تمام، احنا زي ما احنا insufficient blood flow، تمام. tachycardia، القلب بيحاول يعوض low blood pressure ده فبيحصل له tachycardia. tachycardia يعني زيادة سرعة معدل ضربات القلب، تمام. انا عندي blood flow مش كافي وضغط الدم مش عالي، فبالتالي قلبنا بيحاول يعوض السيستم ده عن طريق ميكانيزم ان هو يزود عدد الضربات يعني، تمام. فبيحصل في tachycardia يعني. signs of verb in the perfusion and the compensation، يعني ايه perfusion؟ perfusion اللي هو نفاذية الفلويدز في الجسم يعني، تمام. ودي compensation اللي هو بنلغي التعويض. يعني ايه اصلا نلغي التعويض؟ يعني مثلا احنا عندنا organ في جسمنا حصل له حاجة مثلا، تمام، ما نفترض مثلا القلب مثلا حصل له حاجة، تمام، بعد الشر يعني عليكم كله، فضغط الدم مثلا قل، تمام، ثانية، تمام، ضغط الدم قل، تمام. فضغط الدم لما قل احنا حاولنا نعمل كومبنسيشن يعني تعويض. جسمنا حاول يعمل كومبنسيشن ان هو خلى مثلا، اقول له يورين مثلا، ناخد اللي قدامنا، الحاجات اللي قدامنا مثال، فقلل اليورين اوت بوت، تمام، يعني خلى الكيدني تبطل، مش بتبطل يعني، تقلل الشغل بتاعها بحيث توفر السوائل دي للجسم. فلما توفر السوائل في الجسم يبقى عندي سوائل عالية في الجسم، فبالتالي البلاد بريشر يبقى عالي وكمان، تمام. فهمت الميكانيزم؟ ان انا عندي اورجن مش شغال بشكل كويس، فجسمنا بيحاول يعمل كومبنسيشن عن طريق اورجنز تانية انها تعوض الفانكشن بتاعته دي، تمام. فالجسم يتنيه شغال يعني بشكل كويس لحد ما يعدي المرحلة دي، فاهمين الفكرة؟ فمن علامات بقى الشوك ان الكومبنسيشن بتاعنا ده يتلغي، تمام. يبقى دي كومبنسيشن. يعني مثلا انا عندي في حتة المثال بتاع الهيرت والهارت والكدني ده، ان الكدني بقى مش هتعمل كومبنسيشن، تمام. فاحنا عندنا هنا يعني، عشان لو حد برضو
حب يعرف التعريف، بس دول مش عليكم في المنهج. يعني perfusion is a passage of fluid through the circulatory system or lymphatic system to an organ or tissue. perfusion يعني مرور السوائل من منه إلى الأورجنز عن طريق يعني التشو بتاعة الجسم، تمام. حتى يعني بلنا such as low urine output، تمام. واحنا قلنا poor end organ perfusion يعني البرفيوجن بيقل، تمام. فلنا such as low urine output، تمام. وديكمبنسيشن in medicine، decompensation is a functional deterioration of a structure or system that had been previously working with the help of compensation. يعني انا كنت عامل compensation، بعد كده حصل deterioration in function، تدهورت يعني ال function بتاعت ال organ ده، تمام. فبالتالي ال compensation بتاعي دوت باظ، تمام، ما بقاش فيه تعويض يعني، تمام. بعد كده نبدأ بقى في التايبس بتاعتنا في السيركيتري شوك. وعندنا اول نوع اللي هو الهايبو فولوميك شوك، يعني هو اصلا من اسمها هايبو يعني قليل، فولوميك جاي من فوليوم اللي هو الحجم. فانا بالتالي من اسمها ومن الصوره بتاعتها عرفناها اصلا ان الحجم بتاع البلاد عندي او الفلويدز بتاعت الجسم قلت، تمام كده. فبالتالي عمل لي شوك وهنعرفها بالتفصيل دلوقتي، تمام. تاني نوع عندنا اللي هو كارديوجينيك شوك، ومن اسمها كارديو يعني هارت، تمام. فبالتالي المشكله عندي بتكون في القلب نفسه، تمام، مش في الفلويدز او في البلد. هنا انا عندي الدم مثلا هو اللي قليل، دم قليل، فما عنديش دم كافي وصل للتشوز. لا، انا هنا انا عندي بقى حاجه تانية، الدم عندي طبيعي ماشي، يعني كميه الدم مثلا نفترض انها 100، هي لسه 100 زي ما هي، تمام. لكن القلب هو اللي مش عارف يضخ بقى، المضخه بتاعتي اللي بتودي السوائل ديت والدم مثلا بالحاجات بتاعته للتشوز مش شغال كويس، تمام. فهنا يعني كونسبت تاني، لكن نفس المشكله في الاخر يعني، تمام. بعد كده عندنا الاوبستراكتيف شوك، ومن اسمها اوبستراكتيف يعني اوبستراكشن، يعني عندي انسداد من صورتها. فانا عندي انسداد مثلا في فيسل او نفس ال او في حاجه يعني اللي في الفيسلز اللي بتمر فيها الدم، فبالتالي برضو الدم مش واصل كويس او الفلويدز مش واصله كويس للتشوز عندي، تمام. بعد كده ديستريبيوتيف شوك، وديستريبيوتيف يعني او ديستريبيوشن اللي هو التوزيع، تمام، معناه التوزيع يعني. فانا عندي مشكله في التوزيع بتاع البلد او الفلويدز بتاعه الجسم، تمام، يعني حاجه غير كل اللي فات. هنا انا كان عندي المشكله ان الحجم نفسه بتاع السوائل بتاعه الجسم او الدم يعني مش عالي او قليله بمعنى صح. هنا انا عندي المشكله في القلب نفسه، تمام، لكن عندي النسبه او الحجم بتاع البلد زي ما هي. هنا انا عندي برضو ما عنديش مشكله في الهارت، ولا عندي مشكله في الفوليوم، لكن عندي مشكلة انسداد في شريان أو في فيسل أو هكذا يعني، تمام. ديستريبيوتيف شوك اللي هو عندي مشكلة في التوزيع بقى، دي حاجة غيرهم خالص. يعني أنا عندي كل الحاجات دي سليمة، ولكن التوزيع نفسه بقى بتاع البلاد أو بتاع الفلوز بتاعتي مش مظبوط، تمام، لاختلاف الأسباب بقى، نتيجة بكتيريا أو فيروس، حاجة في السي إن إس اللي هو السنترال نيرفس سيستم، برين أو سباينال كورد، عندي ألرجي أو حساسية، تمام. هناخد الكلام ده بالتفصيل برضو، تمام. خلونا نبدأ بأول نوع اللي هايبوفولوميك شوك ونسمي له. أول نوع عندنا الهايبوفولوميك شوك، بدنا هايبوفولوميك شوك the most common type، دي أول حاجة نعرفها إن هو most common type وأكتر نوع ممكن نلاقيه أو منتشر في السيركيوليتري شوك، تمام. caused by A زي ما قلنا بقى insufficient circulatory volume، سواء blood أو other fluid loss. يعني أنا عندي blood عندي في الجسم غير كافي، أو حصل fluid loss بطريقة شديدة يعني، أو في blood برضه نفس الفكرة، تمام. بنلاقي typically from a hemorrhage، يعني ممكن افقد دم عن طريق hemorrhage اللي هو النزيف يعني، تمام. severe vomiting diarrhea، severe vomiting اللي هو حد بيرجع يعني، فبيرجع بطريقة شديدة فبيفقد fluids من جسمه كتير. diarrhea اللي هو الإسهال، نفس الفكرة برضه، انه بيفقد fluids كتير من جسمه يعني، تمام. typically symptoms include rapid weak pulse due to a decreased blood flow combined with tachycardia. زي ما قلنا في الساينس اصلا، الساينس بتاعت السيركيل شوك ايه اللي هو عندنا low blood pressure وعندنا tachycardia، تمام، rapid weak pulse و tachycardia. بيكون عنده البلس بتاعت النبضات بتاعت القلب ضعيفة ولكنها بتكون سريعة، تمام. بعد كده بيقول لنا طول الجسم بيكون بارد، حد فقد دم بطريقة كبيرة، فبديهي جدا انه جسمي يكون بارد. ليه؟ لان البلد او هو اللي بينقل الحرارة برضو اللي بقت الجسم يعني، تمام. كلامي سكين، كلامي سكين عارفين لما يكون انسان كده قبل حالة العرق، قبل ما يعرق جسمه يكون مندع كده او مندي زي ما بيقولوا يعني، فكلامي سكين يعني الجلد بيكون مندي كده يعني، تمام. rapid and shallow breathing يعني النفس بتاعه
بيكون سريع جدا او سريع يعني، وشالو اللي هو ايه عكس ديب، ديب بريدنج اللي هو ان ناخد نفس بطريقه عميقه اللي هو فاهمين، فشالو اللي هو لا، فهي اللي ممكن نقول اللي هو بالعاميه كده نقول يعني اللي هو الانسان بينهج يعني، فبينهج لو عارفين لما تكون جبت اخرك مثلا في ماتش كوره او في اي حاجه محتاج مجهود عالي، هتلاقي نفسك سريع جدا كده، وفي نفس الوقت برضو شالو يعني مش ما بياخدش كميه اكسجين عاليه جدا يعني. تمام، ف ده كان اول نوع من الفوليميك موست كومن تايب واكتر نوع منتشر كوز باي انسفشنت سيركيوليتي فوليوم، سواء بقى بلاد او اذر فلويد لوس، هيمورج اللي هو النزيف بيفقد دم كتير، سيفير فوميتنج بيفقد الفلويد، دايريا اللي هو الاسهال نفس الفكره. تمام، التيبيكال سيمبتومز الاعراض بتاعتها رابيد ويك بالس، تاكيكارديا عشان ده كله بسبب ايه ديكريز بلاد فلو. تمام، كول برضو عشان ديكريز بلاد فلو، كلام سكن رابيد اند شالو بريذنج. تمام، نفسه بيكون سريع مش كبير يعني. تمام، بعد كده تاني نوع معانا اللي هو الكارديوجينيك شوك، زي ما قلنا الكارديو يعني هارت على طول. تمام، كارديوجينيك شوك is caused by failure of the heart to pump correctly، يعني عندي ان القلب فشل ان هو يبمب البلاد عندي بطريقه صحيحه وبطريقه كويسه يعني. تمام، ده ليه بقى؟ اكيد هيكون في دامج او مشكله في الهارت نفسه، فبيقول لنا دامج to the heart muscles for my cardiac infarction or arrhythmia، يعني انا عندي دامج حصل دامج في الهارت muscle بتاعتي بسبب ماي كارديو انفاركشن بقى او ديسريتميا اللي هو عدم انضباط، او اسمه بيقول عليه ايه، بيقولوا على بالعربي اللي هو يعني ضربات القلب مش منتظمه. تمام، عدم انتظام ضربات القلب تقريبا يعني. تمام، مش فاكر الترجمه حرفيا لكن هو ده المعنى يعني. تمام، ضربات القلب بتاعته مش منتظمه كده، البيت بتاعها الايقاع بتاعها مش منتظم. تمام، بيقول لنا most often caused by severe heart attack. تمام، يعني لو حد عنده بعد الشهر heart attack but not everyone who has a heart attack has a cardiogenic shock، يعني معلومة كده في السريع اللي هو مش أي حد بقى يجيله heart attack يعني أو يجيله نوبة قلبية يعني يكون ده عنده cardiogenic shock. تمام، بس كده كان أول نوعين. تمام، بعد كده نكمل معانا بالنوع التالت اللي هو obstructive shock، وزي ما قلنا obstructive يعني obstruction، يعني أنا عندي انسداد في vessel ما من vessels بتاعت الجسم. تمام، بيقول لنا obstructive shock is caused by A obstruction of blood flow، بديهي جدا يعني obstructive obstruction عندي انسداد في blood flow، بس اهم حتى بقى انه outside the heart. تمام، لان المشكلة عندي لو كانت في الهارت نفسه. تمام، يعني لو عندي المشكلة في الهارت بعد نرجع ده للنوع اللي قبل اللي هو cardiogenic. تمام، فبيقول لنا ايه outside the heart. تمام، due to reduction، ممكن يكون نتيجة ايه reduction of the venous return، يعني البلاد اللي راجع في الفينز عندي مش كفاية. تمام، او مش كفاية ان هو اقل يعني عن الطبيعي. تمام، او بلوكج في الاورطة اللي هو جريد فيسل اللي هو ده الاورطة اللي خارج من القلب، لو انا مثلا عندي انسداد فيه هنا او ما الى ذلك يعني. تمام، something is obstructing or getting in the way of blood going into and out of your heart، يعني انا عندي سواء في البلاد اللي داخل للهارت عن طريق الفينز زي ما قلنا reduction in venous return، او اللي خارج منه او يعني زي ما قلنا اللي هو عن طريق مثلا الاورطه، فدوت بيعمل الاوبستراكتيف شوك. تمام، حتى اند اوت اوف يور هيرت اور جريد فيسز، نفس يعني نفس الكلام اللي فوق، ميجر بلود فيسز كونكتد تو يور هيرت. تمام، فدي كانت الايه الاوبستراكتيف شوك، يعني الاوبستراكتيف شوك كوز باي اوبستراكشن اوف بلود فلو اوتسايد ذا هارت تمام due to a reduction in venous return or blockage of the aorta، نتيجة ان انا عندي ان البلاد اللي راجع للقلب مش كفاية او ان حصل انسداد في الاورطة مثلا او في اي great vessel تاني. تمام كده، تمام، بعد كده دي رسمة كده سريعة يعني obstructive shock mechanical obstruction prevents heart from filling properly or pumping enough، حصل لي انسداد بيمنع ان القلب يضخ او يضخ الدم او ان هو يتملي بطريقة طبيعية او ملائمة يعني. تمام، فبالتالي ما عنديش enough blood flow للكارديو فاسكولار سيستم، فبالتالي يترتب عليه الاتي بقى ان مفيش اكسجين واصل كويس للتيشوز. تمام، اكيوت هايبو برفيوجن، نفس الساينز بتاعت هي الساينز اللي قلنا عليها في اول محاضره بتاعت الشوك، تيشو هايبوكسيا، هايبو يعني قليل، اوكسيا الاكسجين، فالاكسجين اللي واصل للتيشو مش كفايه. تمام، او قليل يعني بمعنى صح. تمام، بعد كده عندنا رابع نوع واخر نوع اللي هو الديستريبيوتيف شوك، ديستريبيوتيف يعني توزيع زي ما قلنا، فالمشكلة هنا بتكون فين؟ بتكون في أي حاجة ممكن تأثر على التوزيع بتاع البلد، وإيه اللي ممكن أصلا يأثر في التوزيع بتاع البلد إن هو
يقلله، إنه يحصل إيه فازو دايلتيشن في الفيسلز. فبالتالي أصلا هلاقي إن الديستريبيتيف شوك دي إيه اسمها فازو دايلتيشن شوك. تمام، قبل ما نمشي بطريقة غير عشوائية فخلينا نرتب أفكارنا كده. The distributive shock is caused by abnormal distribution of blood of tissue of organs. من اسمها يعني distributive shock، فبالتالي عنديش normal distribution of blood. تمام، الدم بيتوزعش بطريقة طبيعية للتشيبس أو الأورجنز بتاعت الجسم. تمام، also known as vasodilatory shock. بيحصل إيه systemic vasodilatation. systemic يعني في الجسم كله يعني، أو في أو مش في منطقة local، في منطقة معينة يعني، بتكون systemic في بطريقة عامة يعني. leads to decreased blood flow to the brain, heart and kidneys, causing damage to the vital organs. تمام، يعني أنا حصل لي زي ما قلنا vasodilatation في الفيسلز عندي، فبالتالي لما بيحصل vasodilatation بيقل البلاد فلو او البلاد بريشر بمعنى اصح. وانا تخيل كده احنا عندنا خرطوم، ثانيه واحده، احنا عندنا خرطوم مثلا. تمام، ده النورمال. تمام، ده الدايمتر بتاعه نورمال. تمام، انا لو جيت ضيقت الخرطوم دي مثلا، عارفين انتوا لما بنيجي يكون معانا خرطوم وعايزين نوضي الميه بتاعته بطريقه ابعد، فبنضغط عليه. تمام، بنضيقه. لما بنضيقه الميه بتكون خارجه منه بطريقه اكتر يعني، البريشر بتاع المية، ضغط المية بيكون عالي. عذرا، المهم زي ما قلنا كنا بنقول لما بنضيق الدايمتر بتاع مثلا الخرطوم، فبنلاقي البريشر بتاع السوائل الخارجة منه بتكون أعلى وأقوى يعني، عذرا على الأشعة الإنفصالية. تمام، لكن في الطبيعي بقى بتكون خارجة يعني طبيعية. تمام، طب لو جينا بقى نعكس الكونسبت اللي احنا بنتكلم فيه ده، وسعنا الدايمتر بتاع الخرطوم ده، نلاقي ان الميه بقى عندها مساحه انها تعدي فيها براحتها، فنلاقي ان كده نفس الفكره هنا بالظبط. تمام، امسح العك ده بقى. المهم هي نفس الفكره، انا حصل لي فاز اللي تشوف الفيسلز بتاعت الجسم، فبالتالي البلاد بريشر بتاع الفيسلز يعني ما بيكونش طبيعي. ما بيكونش طبيعي ازاي؟ بيقل decrease the blood flow، فبالتالي less blood to the organs اللي هو بقى brain, heart, shirt. تمام، brain, heart, kidneys. تمام، causing damage to the vital organs، فبيحصل damage في vital organs اللي هو brain, heart, kidneys. مثال يعني. المهم نرجع للموضوع، ف distributive shock is caused by a abnormal distribution of blood to the tissue. مفيش توزيع طبيعي للبلد للتيشو بتاعتي. نوع اس فازو شوك يعني دي حاجه كومن في الانواع بتاعتها كلها. ليه بيحصل ايه سيستميك فازيلايزيشن ليز تو ديكريز بلاد فلو اوف ذا برين هارت اند كينيز. ما عنديش دم كافي يوصل للفايتال اورجن بتاعتي، في بتحصل لها دامج. تمام، بعد كده بقول لنا انكلودز ايه بقى، هما ثلاث انواع: سيبتيك كوزس، سيبتيك نعرف يعني ايه سيبتيك ويعني ايه سيبسيس. تمام، ولكن من صورتها كده احنا فهمنا ان بنتكلم عن ايه السبب بتاع بكتيريا او فيروسز او كده يعني. انفلاتيك، انفلاتيك يعني حساسية. تمام، فالانفلاتيك كوزس. بعد كده اخر نوع نيوروجينيك كوزس. تمام، يعني حاجة في السي ان اس او في البرين سباين كورد من ذلك يعني. تمام، طب نبدأ بأول نوع اللي هو ايه السيبتيك كوز او السيبسس يعني. ف before going to septic shock، ايه هي السيبسس اصلا عشان نفهم يعني ايه سيبتيك، نعرف يعني ايه السيبسس. بيقول لنا السيبسس happens when an infection you already have triggers a chain of reaction throughout your body. يعني ايه الكلام ده؟ sepsis دي بتحصل امتى؟ لما انت بيكون عندك عدوى. تمام، infection، ولكن مش اي عدوى، لا عدوى بتعمل chain of reaction يعني بتعمل سلسلة من التفاعلات. يعني هي مش عدوى في جسمك، وجسمك قدر بقى عن طريق ال immune system ان هو يتخلص منها، لا ده العدوى دي تغلبت عليه ونتج عنها سلسلة من التفاعلات chain of reaction في الجسم بتاعه. تمام، which can result in organ failure, tissue damage and fatalities. بعض الشيء اللي هو فيها يعني. تمام، يعني السبسس دي او الحاجات اللي دخلت جسمك اللي هي الانفكشن، بعد ما انتصرت على المناعة عندك عملت ايه بقى؟ organ failure، فشل في الأورجانز في الفانكشن بتاعتها، tissue damage او بعض الشيء في الاخر اللي هو الوفاة يعني. تمام، فبيقول لها to fight infection immune chemicals secreted in the blood cause muscle inflammation. بديهي ومعروف جدا ان جسمنا عشان يحارب اي عدوى بينتج عن طريق الحرب، عن الحرب دي يبقى massive inflammation، بس inflammation في الجسم. تمام، which leads to blood clots and leaky vessels. ينتج عن inflammation دي ايه؟ blood clots، بيحصل blood clots او هي leaky vessels. leaky vessels يعني ال
ليكنج اللي هو التسريب، فالبسز بيحصل فيها تسريب يعني، فاهم؟ طب بالعقل كده وبالبداية يعني، بلاد كلوتس وبيقوليك في الستاي قد ايه لازم يكون في فاست ريليزيشن، تمام؟ حتى ريزيست ديكريزز بلاد فلو، هو البلاد كلوتس والليكي فيسز دي بتؤدي ان يحصل اكسس بلاد فلو كوزنج اورجان دامج ودبرايفنج ديم اوف اوكسجين اند نيوترينتس، تمام؟ لما بيحصل بلاد كلوتس او ليكي فيسز ده بيؤدي اللي بيحصل ايه، فاست ريليزيشن. فاست ريليزيشن فالبلاد فلو بتاعي هيقل، لما البلاد فلو بتاعي يقل للتيشوز والاورجان يحصل دامج بديهي جدا. ليه بيحصل دامج؟ لان مش وصل لهم نيوترينتس والاكسجين سبلاي كويس. حتى يقول دامج باي ديبرايفنج ذيم اوف اكسجين نيوترينتس، ديبرايفنج يعني حرمان، فانا الدم بديهي جدا مش وصل للاورجانز بتاعته ولا للتيشوز، فبالتالي مش وصل لهم نيوترينتس مواد غذائيه ولا اكسجين كفايه، فيحصل لهم دامج ويحصل بقى بقيه الحاجات اللي احنا قلنا عليها، تمام؟ بعد كده بقى ستيجز اوف سيبسز. العلم السلايد دي مش عليكم، تمام؟ ولكن انا بس انا حاطط الكلام ده عشان نفهم يعني ايه سيبتيك، دي ما نكونش بنحفظه بس يعني، تمام؟ وفي الداتا لا هترفعوا لكم الذاكره، السلايد دي مش هتكون موجوده عشان ما تشغلوش دماغكم يعني، الكلام مش عليكم ولا تتلخبطوا او مهابلك يعني، مفيش لخبطه ان شاء الله يعني، الدنيا بسيطه، تمام؟ بلا سيبسز اللي هي اول مرحله ستيج من الانفكشن انتر ذا بلاد ستريم، يعني المرحله لما الانفكشن تخش البلاد ستريم عندي وتعمل انفلاميشن، بعد ما خلاص بقى تكون انتصرت على الاميون سيستم، دي اسمها ايه؟ سيبسز، تمام؟ يبقى اول ستيج اللي هي مرحله الدخول، يعني خلاص الانفكشن دخل في البلاد ستريم عندي، تمام؟ تاني مرحله للسيفير سيبسز لما الانفكشن دي الانفلاميشن اللي نتجت عنها تعمل بروجريست لحد نقطه معينه، بتدخل بقى او بتاثر على الفانكشن بتاعت الاورجنز، تمام؟ يعني اول مرحله كانت هم دخلوا البلاد ستريم، تمام؟ تاني مرحله ان هم تفاعلوا بقى وبداوا ياثروا على الاورجن فانكشن، على الفانكشنز بتاعت الاورجنز بتاعت جسمنا، تمام؟ في بلاد سيفير سيبسز زي انفكشن اند انفلاميشن have regressed to the point that they are interfering with the organ function، بدأوا يأثروا على function ووظائف في الأورجانز عندي في الجسم، تمام؟ آخر مرحلة بقى بعد ما تفاعلوا مع الفانكشنز بتاعت الأورجانز إن هم قدروا يوقفوها، فالأورجان مبقتش تعمل الفانكشن أو البروبر فانكشن بتاعتها، تمام؟ بيقولوا is a serious sepsis consequence، يعني هي نتيجة عن السبسس والسيفير سبسس that results in a considerable decrease in blood pressure that can result in a variety of catastrophic consequences including organ damage، تمام؟ بس سبتك شوك ايه هي؟ ان انا حصل لي decrease blood pressure، تمام؟ نتيجة ال vasal irritation او مع فبالتالي بدأت تأثر على ال organs، تمام؟ انها حرمتهم اللي هي السطر ده، تمام؟ انا بقى حصل decrease blood flow vasal irritation، فبالتالي مبقاش عندي نيوترينتس والاكسجين كويس، فبالتالي حصل بقى الاورجان دامج، تمام كده؟ اللي هي دي المرحله الاخيره، ان هو خلاص حصل الاورجان دامج والفانكشن بتاع الاورجان مبقاش شغال، تمام؟ يبقى سريع السيبسس اللي هو الدخول بتاع الانفكشن، تاني مرحله السيبير سيبسس انه حصل بقى interfering with organ function، اخر مرحله اللي هي الاورجان دامج بقى، ان هو خلاص الحاجه الوحشه اللي كانت هتحصل حصلت خلاص يعني، تمام؟ بس السبسس بتحصل ايه؟ عندي انفكشن، ولكن مش اي انفكشن، بتعمل تفاعلات في الجسم، تمام؟ بينتج عن طريق عن اي انفكشن انفلاميشن، الانفلاميشن دي بتعمل ايه؟ بلاد كلوتس ليج فيسلز، بينتج عنها ايه؟ فاز ريتيشن، بالتالي البلاد فلو بتاعي بيقل، تمام؟ بالتالي لما يقل، حاضر مع البلاد، لما يقل مفيش نيوترينتس ولا اكسجين واصل كويس، فبالتالي يحصل اللي هو المرحله الاخيره بعد ما الاولى والثانيه تكون حصلت اصلا، ان حصل لي اورجان دامج، تمام كده؟ تمام، زي ما قلنا السلايد دي ما كانتش عليكم، دي بقى اللي عليكم، يعني اعرف بقى يعني ايه السيبتيك شوك، تمام؟ السيبتيك شوك از موست كومن كوز اوف ديستريبيوتيف شوك، احنا بنتكلم على ايه ديستريبيوتيف شوك؟ ان الموست كومن كوز بتاعها هو السيبتيك، تمام؟ يبقى احنا بنتكلم هنا على ايه؟ على التلات انواع دول اللي هما السيبتيك انفاتيك نيوروجينيك، يبقى اكتر نوع كومن ايه اللي هو السيبتيك، لكن لو جينا اتكلمنا بقى بصورة عامة اللي هو ايه الكومن كوز في السيركيلاتوري شوك، اللي هو ايه كان اول نوع اللي هو هايبوفلاميك شوك، تمام؟ فالفرق بين النقطتين دول عشان ما نتلخبطش، تمام؟ از موست كومن كوز اوف ديستريبيوتيف شوك اند از كوز باي اوفرويلمينج سيستميك انفكشن، عندي سيستميك انفكشن في الجسم that cannot be cleared by the immune system، زي ما قلنا دي نفس السلايد اللي فاتت لما قلنا ان بتعمل ايه؟ بتعمل
chain reactions بتعمل تفاعلات في الجسم لأنها إيه immune system مقدرش يتغلب عليها resulting in vasodilation and hypotension بس decrease the blood flow عشان حصل vasodilation. تمام، زي ما احنا شايفين عندنا اهوت البكتيريا تمام تدخل حرب بقى مع ال white blood cells تنتصر عليها، هتيجي هنا في ال red cells تعمل لي leaky vessels تعمل لي blood clots. تمام، ده كله هيأثر على ال vessels اللي هتحصل لها vasodilation. vasodilation هيقلل ال blood pressure بالتالي ال nutrients وال بسم الله الأكسجين سبلاي اللي واصلين للأورجنز عندي برين كيدنيز الفيري هارت كل ده بقى هيقل فبالتالي يحصل لي أورجن دامج. تمام، يعني الصورة دي ملخصة كل الكلام اللي اتكلمنا عليه. تمام كده، بعد كده اللي بيوت كوز السيبتيك شوك اني انفكشن كلمت الاسلايد اللي فاتت شرحنا فيها كل حاجة، هو حرفيا الكلام في الكتاب بقى هنا هيشرحها. تمام، اني انفكشن كلمت سيبسس عذرا على الديك دوت ربنا يهديه. An infection can lead to sepsis which can develop into septic shock if it worsens. زي ما قلنا عرفنا يعني السبسس دي أول stage، فأي سبسس ممكن تتطور بعد كده إنها تبقى septic shock في أسوأ الأحوال يعني. تمام، not every infection will lead to sepsis، قلنا في أي infection ممكن تعمل sepsis و septic shock. ليه؟ لأن إحنا الجسم لو تغلب عليها على الانفكشن دي ومعملتش تفاعلات في الجسم ولا inflammation شديدة تمام بالتالي خلاص أنا safe zone يعني. تمام، but if I have infection أو قلت الكلام بقى cause enough inflammation عملت inflammation كافية وتغلبت على الميون سيستم عندي it can develop into sepsis. تمام، كلام كله بديهي. معلومة كده، most of the common infections are from bacteria، يعني أغلب الانفكشنز اللي بتحصل تكون عن طريق البكتيريا but ممكن يحصل عن طريق الفيروس عادي but both viruses and fungi can also cause infections and sepsis. يعني هي في الأغلب تكون عن طريق البكتيريا، ولكن هل البكتيريا هي السبب الوحيد؟ لا، ممكن عادي الفيروسز أو الفانجيز ممكن هم اللي يسببوا الانفكشنز أو السبسس. تمام، آخر حاجة بنلاقي الانفكشنز can start anywhere but commonly begin in your lungs, bladder or stomach، يعني ممكن يبدأ في أي مكان في الجسم عادي لكن في الأغلب بيبقى عن طريق اللانجز البلادر أو الستومك اللي هو الرئة البلادر عندنا الستومك. تمام، بعد كده السبب التاني بعد السيبتك اللي هو اللي كان الموست كومن هاخد بقى الانفلاتيك اللي هو الحساسية. تمام، الانفلاتيك شوك از كوزد باي سيفير رياكشن تو ان انرجي. تمام، يعني عندي ردة فعل جديدة من جسمنا نتيجة حساسية حصلت في الجسم. تمام، ليدنج تو ذا ريز اوف هيستامين ذات كوزز وايد سبريد فازوديليتيشن اند هايبوتنشن. زي ما احنا عارفين في الهيستامين لما الجسم بيفريزو يعني ده بيأديني بيحصل فازوديليتيشن وهايبوتنشن. تمام، فاحنا بنتكلم في سيفير رياكشن عندي حساسية جديدة جدا في الجسم، فبالتالي الهيستامين اللي انا هفرز ده هيكون وايد سبريد يعني مواد انتشار واسع جدا في الجسم، فبالتالي هيؤدي لايه؟ منتشر بطريقة واسعة في الجسم. فهنربط كده الكلام ببعضه من السلايدات اللي فاتت، انا حصل لي سيستميك فازودايليتيشن، فبالتالي نفس الكونسبت وهنمشي بقى في نفس المسار. تمام، يعني احنا عارفين بنتكلم دلوقتي لو افترضنا ده السيبتيك، ده السيبتيك ده السبب الاول على قذارة الخط. تمام، وده انافليتيك وده اللي هو عن طريق السي ان اس او نيوروجينيك يعني، فكلهم حرفيا يعني كل واحد ماشي كده في مسار بس كلهم بيتجمعوا في نفس الكونسبت اللي هو بيحصل له فازوديليتيشن سيستميك فازوديليتيشن وهايبوتنشن، ونمشي في نفس الموضوع تاني اللي هو بيؤدي ان النيوترينز والاكسجين سبلاي تمام والنيوترينز يقلوا. تمام، فناخد بالنا من الحته دي. تمام، يعني مهما اختلف السبب سيبتيك انافليتيك تمام او لسه ناخد اللي هو نيوروجينيك تمام، فكلهم حرفيا يعني كل واحده ماشيه في شارع وفي الاخر كلهم هنتجمع تاني ان احنا حصل لنا سيستميك فازوريتيشن، حصل لي هايبوتنشن، الاكسجين سبلاي بتاعي مش كافي، النيوترينز بتاعتي مش كافيه، حصل لي اورجان دامج. تمام، كلهم نفس الكونسبت. تمام، اورجان دامج يعني اكس كده خالص يعني. ده كان توضيح بس عشان نكون شايفين الصورة بشكل واسع. ماشي، نمسح اللعب كده ونرجع بقى لموضوعنا سريعا كده. anaphylactic shock حصلت لي بسبب severe reaction to allergen leading to release of histamine. histamine منتشر بطريقة جديدة في جسمنا، هيحصل لي widespread vasodilation hypotension ويحصل نفس الحاجات بقى اللي قلنا عليها. تمام، بعد كده اخر نوع neurogenic shock، واحنا خلاص فهمنا الكونسبت كده، هيحصل لي vasodilation وهيحصل له hypotension.
لو نكتشف ان نيوروجيك ارايز دي تو دامج تو ذا سنترال نيرفس سيستم، حصل لي دامج في السي ان اس، بس سي ان اس برين سباينال كورد ويتش امبيدز كاردييك فانكشن ريدوسينج ذا هارت ريت ذا بلود فيسل تون، حصل لي مشكله في السنترال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم له تاثير شديد على الكاردييك فانكشن، على عضله القلب عندي، تمام؟ فبالتالي هيقلل الهارت ريت بتاعي، ريدوسينج هارت ريت، والتون بتاع الفيسلز عندي مش هيكون طبيعي، تمام؟ بعد كده resulting in severe hypotension، ونفس الكونسيبت اللي اتكلمنا فيه، تمام؟ تمام. يبقى سريعا كده تعالوا ثانيا متجمعين هنا، لا تعالوا نجيبهم بقى هنا. septic، حصل لي sepsis، تمام؟ حصل لي sepsis فبالتالي حصل لي inflammation، حصل لي leaky vessels blood clots، حصل لي vasodilation hypotension، فبالتالي نفس الفكره اهيت، حصل لي blood pressure قل، organ damage، تمام؟ اي انفكشن ممكن تعمل، ولكن لو الجسم تغلب عليها فخلاص مش هتعمل، تمام؟ ممكن اي انفكشن تعمل السبسيس عندي، لا مش اي انفكشن، لو الانفكشن تغلبت على الايميون سيستم وعملت انف انفلاميشن هتعمل سبسيس وسبتيك شوك، تمام؟ موست كومن ايه؟ بكتيريا، ولكن الفيروسز والفانجي ممكن يعملوها. الانفكشن ممكن تبدا في اي مكان في الجسم عادي جدا، ولكن في الاغلب بتبدا من اللانجز البلادر والستومك، تمام؟ انافليتيك يعني الرجي، الرجي يعني هيستامين، هيستامين يعني قصده ايريتيشن او هايبرتنشن، ونفس المسار اللي اتكلمنا فيه بقى نوت اناف نيوترينتس واكسجين، اورجان دامج، نيوروجينيك، نيوروجينيك زي ما احنا عارفين، فالبرين او السي ان اس له تاثير على الهارت عندي، فبالتالي هيعمل امبير كاردياك فانكشن زي ما احنا قلنا، ريديوسينج هارت ريت، يقلل الهارت ريت بتاعي، losing blood vessel tone، فده كله يؤدي ان يحصل لي severe hypotension، blood pressure يقل، نفس الكونسبت اللي بنتكلم فيه. تمام كده، دي سلايد مجمع الاربع انواع زي ما قلنا. hypovolemic، عندي مشكله في الفوليوم او في الحجم بتاع البلد او الفلويدز بتاعه الجسم، ماشي. hemorrhage بقى diarrhea، او حتى لو كان severe vomiting. تمام. cardiogenic، عندي المشكله في القلب نفسه، myocardial infarction، او حتى لو كان الديسريثميا يعني مشكله في القلب نفسه، تمام؟ فالاوتبوت بتاعه مش انف، مش كافي يعني. ام اوبستراكتيف، حصل اوبستراكشن، فالقلب مش بيتملي بطريقه بروبر، مش بيتملي بطريقه كافيه، ولا حتى بيطلع اوتبوت بطريقه برضه كافيه، نفس الفكره، تمام؟ ده ممكن يحصل ايه؟ ان حصل الفاكشن في الفينوس ميتال، البلاد اللي راجع للقلب اللي هو داخله، اللي داخل القلب مش كفايه، او الاوتبوت بتاعه برضو ممكن يكون انسداد في الجريد فيسز زي الاورطة مثلا، فنفس الفكرة ان عندي انسداد، تمام؟ اخر نوع هو ديستريبيوتيف زي ما قلنا، سيبتيك شوك اللي هو اول نوع، او السيبسز، انافليتيك عن طريق الالرجي، سي ان اس، نيوروجينيك، تمام؟ التلات اسباب بيتجمعوا يعملوا لي نفس الفكرة، فازل انيتيشن، هايبوتنشن، الاخر اورجان دامج، امبيرد بلاد فلو ديستريبيوشن، ده كله بسبب يعني التلات حاجات دول بسبب ان حصل مشكله في التوزيع بسبب الفازودايليتيشن اللي حصل. تمام كده، ده كان ملخص السيركيولاتوري شوكس والتايبس بتاعت، تمام؟ طب احنا قاعدين بقى نقول شوك 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 مش عارف ايه، وبعدين نعرف الاسباب اسباب، طب ايه العلاج؟ طيب يعني بعد الكلام ده ازاي ممكن لو حد بقى عنده سيركيولاتوري شوك ان انا ممكن اعالجه او اصعبه، تمام؟ بيقول لنا First, place the person in supine position with raised feet few centimeters above horizontal line to help venous retain. أنا نايم في supine position، يعني نايم على ظهري زي ما احنا شايفين، ارفع له رجله كده حبة يعني، بحيث ان اساعد ان البلاد ان هو يرجع، اساعد الفينوس ريتين ان هو يرجع للقلب، زي ما قلنا في الاوبستراكشن والاوبستراكتيف شوك ان انا عندي ريدكشن في الفينوس ريتين، فلما انا لما انا ارفع رجليه لفوق فانا بساعد الفينوس ريتين، تمام؟ يعني نربط الدنيا كده ببعضها. بعدين ريموفال اوف ذا كوز اوف ذا شوك، تمام؟ يعني مثلا عندي هايبوفوليميك شوك، عنده مثلا حصل له هيموريدج، فحد حصل له هيموريدج ده برع له بدم او ازود له دم، فاهمين الفكره؟ فبشيل السبب اللي عامل الشوك نفسه يعني، وده مجرد مثال يعني. ام هيلبز كومبنساتوري ميكانيزم تو رايز اي بي دي، اي بي دي اللي هو ارتيريال براد بريشر، فانا اساعد ان ارفع الارتيريال براد بريشر، لان انا قلت عندي مثلا باز ريتيشن، فبالتالي عندي الارتيريال براد بريشر قليل، عندي هايبوتنشن، فالنيوترينتس والاكسجين مش واصلين كويس للتيشوز عندي، فانا لا اعمل العكس، ازود الارتيريال براد بريشر بتاعه، تمام؟ ارفع البلاد بريشر يعني. بلاد ترانسفيوجن ان هيموريدج مثلا زي ما قلنا،
بلازما او البلازما اكسباندرز ان بيرز، لو حد عنده بيرز فبيفقد بلازما، فبالتالي ازود البلازما. وكذلك البلازما برضو بتحافظ على الفوليوم بتاع السيركيوليتوري سيستم عندي. انا بقول لك مش علينا على الميكانيزم، مش عليك قصدي الميكانيزم بتاع ازاي ده بيحصل يعني، لكن هي معلومه سريعه كده. اجيتونيك فلويدز ان ديهايدريشن، حد عنده ديهايدريشن جفاف فازود له ازوده بفلويدز يعني. drugs such as adrenaline and glucocorticoids، لو ممكن عن طريق بقى الصيدلة يعني أو كده إن أنا أديله أدوية بتساعده ترفع ضغط الدم برضو ما إلى ذلك يعني. تمام. sedation if needed but in small doses، sedation اللي هو التخدير. تمام. ممكن عن طريق التخدير، فأنا بشغل ال vital organs بس، بخلي الجسم يفوكس عليها. تمام. بقية ال organs أو الحاجات اللي أنا مش محتاجها حاليا اتجاهلها، اوفر البلاد سبلاي دوت للفايتال اورجانز عندي. تمام. ده كان سريعا كده ازاي ممكن نساعد حد لو عنده شوك. تمام. تمام كده نكون وصلنا. ثانية نمسح الحاجات دي، راحت فين؟ مش مهم مش مهم. المهم يعني كده نكون وصلنا للنص المحاضرة بتاعتنا. تمام. البيرفرال إديما ده هنتكلم فيها دلوقتي، هنعرف الديفينيشن بتاعه ونفهم الميكانيزم بتاعه برضو. تمام. ف انا اوقفه، كنت اوقف لحد هنا. ممكن تقروا الكلام لو حابين بحيث تفهموا احنا هنتكلم على ايه. تمام. وخدوا بريك وبعد كده هنكمل براحتنا. تمام. خلصنا البريك، نبدأ بقى في التوبيك التاني معانا في المحاضرة اللي هو البيرفرال إديما. تمام. البيرفرال إديما ايه الديفينيشن بتاعه؟ لون accumulation of the fluid in the interstitial space that occurs as capillary filtration exceeds the limits of the drainage. يعني ايه الكلام ده؟ احنا زي ما احنا عارفين ان بيحصل كده كده capillary filtration. طيب ايه capillary filtration اللي عندنا؟ ان احنا عندنا blood، ثانية واحدة، البلد عندنا جاي هنا هو في الكابيلاريز، بيعدي يروح لان عند التيشوز هنا والسيلز يعني، يديهم بلد فيه نيوترينتس واكسجين بلد، فبعد كده هي التيشوز دي بتاخد الغذاء بتاعه الاكسجين وترجعه فيه ثاني اكسيد كربون وبقايا الميتابوليزم اللي حصل والهضم اللي عملته للنيوترينتس دي. تمام. وترجعه تاني وبعد كده يروح كده بالفينز، ده هو الفلتريشن. تمام. وبعد كده الليمفاتكس تاخد بقى الحاجات دي. تمام. المهم اللي ما بتحصل امتى بقى؟ لما الفلتريشن بتاعي دوت يعدي الليمت بتاعه. تمام. يعني يعدي الحد الطبيعي بتاعه. ازاي بقى ممكن يعدي الحد الطبيعي بتاعه ويتجمع في الانترستيشن سبيس؟ ده بقى الميكانيزم بتاع تكون الإديمة. تمام. وده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. تمام. بداية كده، the fluid balance between intracellular and extracellular fluid is maintained by hydrostatic pressure and oncotic pressure. يعني انا البالانس ما بين الانتراسيلولر والاكستراسيلولر بودي فلويدز جسمنا بيحافظ عليه عن طريق حاجتين، الهيدروستاتيك بريشر والانكوتيك بريشر. ايه الهيدروستاتيك بريشر والانكوتيك بريشر؟ الهيدروستاتيك بريشر زي ما احنا عارفين فهو الضغط بتاع الفلويدز او البلد وهو داخل عن طريق الارتري مثلا او هو داخل الكابيلرز يعني. تمام. اللي هو الضغط بتاع الفلويدز او البلد داخل الكابيلرز بتاعتي. تمام. الانكوتيك بريشر بقى، فزي ما احنا عارفين بيكون في الكابيلرز هنا بروتينز المولكيولار ويت بتاعها عالي. تمام. لما الفلويدز بتعدي وبتروح للتيشوز بيكون الكونسنتريشن بتاع البروتينز هنا بقى اعلى لان الفلويدز كلها بقت هنا. تمام. فالانكوتيك بريشر بقى هو لما زي ما احنا عارفين او في الاسموزيس يعني الفلويدز بتروح او الميه بتروح للكونسنتريشن الاعلى، فلما يبقى البروتينز هنا اعلى ده دوت اللي بيرجع الفلويدز تاني للكابيلرز. تمام. فده الهيدروستاتيك بريشر ودوت الانكوتيك بريشر. تمام. دول اللي بيحافظوا على البالانس بين انتراسيلر واكستراسيلر بودي فلويد. بيقول لنا ايه بقى؟ ذا فيسيولوجيكال ميكانيزم كوزنج بيرفر ايديما اوكرز وين ذس بالانس از الترد، لما بيحصل بقى تغير او حاجه في البالانس دوت، باي وان اوف مور اوف ذا فولوينج فاكتورز. يبقى انا عندي عوامل لما بيحصل لها حاجه دوت بيأثر على البالانس بتاعي. تمام. بيقول لنا واحد increase the intravascular hydrostatic pressure. تمام. اتنين decrease the intravascular or plasma oncotic pressure. تمام. تلاتة increase the vascular permeability. يعني ايه وممكن ازاي ده اصلا يأثر على ال ثانية نجيب القلم بتاعنا على على تكون الإديمة. احنا زي ما قلنا بيقول لنا اول واحد كده هنمسك كل واحدة فيهم ونفهم ازاي ممكن دي تسبب
إديمة، بيقول لها increase intravascular hydrostatic pressure، يبقى أنا عندي ال hydrostatic pressure بتاعي عالي، ال pressure بتاع دخول ال fluids من ال capillaries لإن هو يجي لل tissues عندي أو ال cells ده عالي، تمام؟ فأنا بدخل fluids أو بدخل ال blood يعني بطريقة عالية جدا، تمام؟ يبقى انا عندي ان هنا وقت الفلوز ماشيه والبلد ماشي وبيعدوا وبيجوا هنا بطريقه عاليه جدا، تمام؟ يعني انا مثلا اذا كنت في الطبيعي بجيب 10 فانا لا انا هجيب 50 مثال يعني، تمام؟ بعد كده بيقول لنا decrease the intravascular or plasma colloid osmotic pressure or oncotic pressure، يعني انا بعد ما جبت الفلوز دي عندي وجبت كميه كبيره منها جدا، فالانكوتيك بريشر اللي هو اصلا كان بيرجعها للكابيلاريز تاني عشان البروتينز يعني بقى قليل، تمام؟ يعني انا قاعد اعبي وما برجعش حاجه، انا في الطبيعي ايه بجيب واللي بجيبه بطلعه، تمام؟ في بالانس ما بين الهيدروستاتيك بريشر وبين الانكوتيك بريشر، تمام؟ لا انا هنا لا انا قاعد بجيب بكميات عاليه، بجيب بحجم عالي جدا، واللي بخرجه مش قد اللي بجيبه خالص، تمام؟ ثالث حاجه increased vascular permeability، يعني انا عندي فوق الليله دي كلها انا عندي البوابه اصلا اللي هو النفاذيه بتاعت الكابيلاريز يعني اللي هي بتعدي بقى الفلويدز عن طريقها، البوابه دي مفتوحه على الاخر، تمام؟ يبقى انا عندي نجمع كده الصوره، انا عندي هنا ناس قاعده تشيل من هنا وترمي هنا، تمام؟ وما عنديش حد هنا يرجع اصلا، ما عنديش حد يرجع الكلام دوت للكابيلاريز تاني، والبوابه اللي بتعدي الكلام ده كله مفتوحه على مصراعيها زي ما بيقولوا، مفتوحه جدا يعني. فده كله متصورين الثلاثه دول او حاجه منهم حتى ده ما يسببش إديمة، فاحنا خلاص اظن كده فهمنا الكونسبت بتاع تكون الإديمة، تمام؟ زائد فوق ده كله حاجه تانية ان بيبقى فيه الليمفاتيك بلوكج، ان الليمفاتكس بتكون او الليمفاتيك سيستم بيكون مقفول، تمام؟ ده سبب تاني يعني، تمام؟ بتاع عملت عذرا، فدوت الميكانيزم بتاع الإديمة، تمام؟ ان انا ما عنديش بالانس في ما بين الهيدروستاتيك بريشر والانكوتيك بريشر، تمام؟ ان الهيدروستاتيك بريشر عالي الانكوتيك بريشر قليل زي ما احنا شايفين كده، انكريز فاسكولار بيرمابيلتي، البيرمابيلتي بتاع الكابيلاريز دي عاليه، عندي ليمفاتكس بلوكج، تمام؟ بعد كده مكملين في الميكانيزم عادي، بيقول لنا ايه ذا ليمفاتيك سيستم كولكتس فلويد اند فلتر ذا بروتينز فروم ذا انترستيشال سبيس اند ريتيرنز ذيم باك تو ذا فاسكولار، يعني في الطبيعي ان الفلويدز عندي بتخش يحصل لها فلتريشن بعد كده ترجع تاني، تمام؟ اي disturbance in this delicate homeostasis، اي حاجة ممكن تغير بقى السيستم اللي احنا قلنا عليه ده ان الفلويدز داخلة يحصل لها filtration بعد كده ترجع تاني فتكمل في طريقة دوت يبوظ الهوميوستاسيس عندي التوازن اللي عندي ده، فبالتالي هيكون الإديمة، تمام؟ بيقول لنا هنا وات فين resulting in net filtration out of the vascular space، الفلتريشن عندي هيبوظ فبالتالي بسم الله ان الفلويدز عندي التانية في الانترستيشال سبيس ومش ترجع للفيسلز عندي تاني، تمام؟ ليزي تو اكيوميشن اوف ذا فلويد ان انترستيشال سبيس، زي ما قلنا هيدروستاتيك بريشر عالي، تمام؟ داخلين بوابات مفتوحه بيتجمعوا هنا ما حدش بيرجعهم لورا، تمام؟ وكذلك عندي انسداد في الليمفا كابيلاريز عندي، ده كله هيخليها تتجمع في الانترستيشال سبيس وبالتالي يكون لي إديمة، تمام؟ طب ايه انواع الإديمة دي، تمام؟ بيتنج قديمة ونون بيتنج قديمة، أظن أنتوا برضو عارفينهم. بيتنج قديمة اللي هو لما أنا بضغط على بصبعي كده أو بضغط يعني على الإديمة فبيكون لي علامة، بيكون أو indentation appears بيبقى فيه علامة ظاهرة يعني. persists when pressure is applied بتنيها ظاهرة أو بتكون موجودة لما بضغط على الإديمة. نون بيتنج قديمة عكس ده كله، feels firm، تمام؟ بتكون ناشفة كده أو firm يعني زي ما احنا عارفين. indentation doesn't form، يعني انا بعد البريشر اللي بضغطه دوت مفيش اي علامه بتتكون او بترجع على طبيعتها على طول يعني ما بتبقاش موجوده كده، تمام؟ بيقول لنا بيتنج قديمه او النو يعني occurs when excess fluid builds up in the body، بديهي جدا يعني دي ما بتحصل لما يكون في excessive fluid في البادي، تمام؟ responds to pressure by finger or a hand، if you press on the skin with a finger against the bone it leaves an indentation or a bit in the skin، لو انت ضغطت بصبعك على القديمة ديت يعني فده بيكون بيتنج او اللي هي العلامات بتاعتها يعني بتتنيها موجودة الوقت يعني، تمام؟ بعد كده بيقول لنا it's either caused by systemic problems with heart, kidneys or liver function or localized problem with veins in the affected area،
يعني عندي المشكلة دي القديمة البيتنج دي ممكن تحصل نتيجة إن أنا عندي سيستميك بروبلم في الهارت، في القلب، في الكيدنيز، في الكلى، في الليفر، أو حتى لوكالايز بروبلم وذ فينز إن ذا أفكتد أريا. يعني في المشكلة اللي بيكون فيها البيتنج دي ممكن الفينز اللي موجودة في المنطقة دي ممكن يكون هي اللي فيها المشكلة يعني. تمام، ونفس بقى الفاكتورز اللي اتكلمنا عليها والأسباب بتاعتها. تمام، بيقولوا most common in the lower body، يعني غالبا البيتنج دي بتكون موجودة في اللور بادي، في الليجز بقى، في الفيت، في الانكلز. تمام، البيتنج دي ما بتحصل لما يكون في اكسسيف فلويد، بديهي جدا. تمام، بيتنج فبتسيب بيتنج ساين او بتسيب علامه نتيجه الضغط عليها يعني. تمام، ليفز اندنتيشن اور ابيت ان ذا سكن كوزد باي سيستميك بروبلمز، ممكن عن طريق سيستميك بروبلمز يعني حاجه سيستميك في الهارت بقى، في الكيدنيز، في الليفر، او حتى ممكن تكون لوكالايزد في الفينز اللي موجوده في الاريا دي. تمام، موست كومون في اللور بادي. تمام، دي كانت البيتنج قديمه. عكسها بقى لان بيتنج قديمه doesn't respond to pressure، يعني ما بتستجيبش للضغط عليها فبتكونش indentation ولا بيت. تمام، يعني مجرد ما بتضغط عليها بترجع تاني للوضع الطبيعي بتاعها، اهو the skin returns to the swollen shape and doesn't create any indentation of the skin، ما بتكونش اي indentation او بيت وبترجع للوضع الطبيعي بتاعها. caused by three specific conditions، يعني الاسباب بتاعتها عندي تلات اسباب. تمام، اول سببين والسبب التالت، اول سببين عاملينهم مع بعض بس عشان نفرق بينهم، اللي هو الليمفيديما skin swelling due to lymphatic system blockage. تمام، زي ما قلنا لو عندي مشكله في الليمفاتيك سيستم، فحتى في الفاكتورز زي ما كنا اتكلمنا عليها، فبالتالي مش هيحصل فلتريشن، فبالتالي هيحصل لي اكسسيف فلويد يتجمعوا بشكل غير طبيعي يعني، فبالتالي هيحصل لي اديما. تمام، ليمفيديما حتى من اسمها ليمف ليمفاتيك سيستم. تمام، عندي مشكله في الليمف في الليمفاتيك سيستم، فبالتالي يحصل لي اكسسيف فلويد، فبالتالي يحصل لي الاديما. لايبيديما من اسمها لايبي يعني ليبيدز يعني فاتس. تمام، يوجوالي occurs in women and is characterized by symmetrical enlargement of the legs، يعني في الغالب بتحصل عند ال women. تمام، عند النساء يعني، لانهم عندهم فاتس اعلى وبالتالي عندهم ليبيد اعلى اصلا، ومن علاماتها ان بيحصل symmetrical enlargement في legs، يعني الرجلين بيكونوا منتفخين زي بعض او بيكونوا قد بعض، عكس الليمف ديما لا، هي ممكن تاثر في ليمب واحد او في ليج واحده بس. تمام، due to accumulation of the fat under the skin as when fat cells build up abnormally in the hips, buttocks and legs they tend to retain more fluid. في الليبيديما الفاتس بتتجمع بكميه عاليه جدا. تمام، فبالتالي التجمع بتاع الفاتس زي ما احنا عارفين في الفاتس الميه بتروح لها يعني. تمام، فلما بتتجمع مش الميه، الفلويدز بتتجمع حواليها يعني، فلما يكون عندي فاتس عالية في منطقة معينة هي تجمع فلويدز بطريقة عالية يعني. تمام، زي ما احنا عارفين شايفين كده. تمام، يبقى الليمفيديما حاجة في الليمفاتيك سيستم، لايبيديما فاتس في الغالب بتكون في الومن، يبقى عندي فاتس عالية فبالتالي فلويدز عالية. تمام، من أهم حاجة بقى إن احنا نتكلم فيها السيمتريكال انلارجمنت اوف ذا ليجز، إن علامتها إن أنا عندي التو ليمبس بيكونوا قد بعض أو الليجز بيكونوا قد بعض منتفخين زي بعض يعني. تمام، آخر حاجة معانا ميكس ديما بلاس skin swelling and inflammation of the soft tissue due to insufficient secretion of thyroxine hormone. بيكون عندي swelling الجسم منتفخ وinflammation محمره في inflammation نتيجة ان انا عندي hypothyroidism او ان عندي insufficient secretion of thyroxine hormone. thyroxine hormone اللي هو هرمون الغدة الدرقية بيكون افرازه قليل او ما بيكونش موجود بشكل كافي في الجسم يعني، فبيحصل hypothyroidism، ده بيعمل لي ميكس ديما اللي هو skin swelling، وبالتالي السكن سويرنج جسمي بينتفخ وانفلاميشن يحصل لي ريدنس بقى وهوتنس، وانتوا عارفين بقى الكلام ده كله. تمام، دي كانت محاضرتنا و ثانك يو.